السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم ايمان من قناه شيوات ايمان ام امين. الوغ في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الوصفه سريعه سهله التحضير وبمكونات اللي كنظن عندكم كاملين في الدار. غادي تشوفوا معايا دي سباغيتي اللي ساهلين كنوجدوهم في اخر لحظه بلا ما كنكثروا علينا بزاف ديال المعان بزاف ديال الشغل، يعني شي حاجه اللي فريمون اكسبريس وكيجيو لذادين بزاف، لذادين كيحماقوا عليهم الكبار والصغار. نخليكم مع تتمة الفيديو ونتمنى لكم فرجة ممتعة. الوغ نبداو بالمقادير على بركة الله. غادي نبداو هنا عندي الخضر، تشكيلة ديال الخضر، يعني البصلة مقطعة رقيقة، حبة واحدة ديال البصل، البصلة اللي ضرورية. بالنسبة للخضر الاخرى فيمكن لكم تستغناو عليها او لا تعوضوها بخضر واحدة اخرى. عندي حبة ديال، عندي الفلفلة يعني حبة واحدة، خديت نص حبة ديال الفلفلة صفراء ونص حبة ديال الفلفلة حمراء، قطعتهم مكعبات صغيرة. عندي واحد القطعه ديال القرعه ولا حبه واحده ديال القرع الاخضر اللي حتى قطعتها المكعبات صغيره. عندي جوج معالق ديال المعدنوس المفروم، معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. بالنسبه للتوابل عندي الملح، البزار، بودره الثوم، بودره ديال الطماطم، شويه ديال السودانيه، وعندي شويه ديال العطريه ولا توابل الخاصه بالسمك. هذه فقط غنستعملها خاصه بالسمك لانني غادي ندير التونه في هذا لي سباغيتي. الا كنتو غديروها بالدجاج حتى بالدجاج كتجي معاه، فقط الا كنتو غديروها بالكفته اللي ما ديروش هاد التوابل الا كانت متوفره عندكم. الا ما كانش متوفره راه ماشي مشكل. غادي نحتاجوا لواحد نص كاس ديال الزيت، واحد العلبه صغيره ديال الكريمه الطاريه الخاصه بالطبخ ما يعادل واحد 20 سنتيلتر، واحد الكاس. وغادي نحتاجو الكيس ديال الجبن المفروم، اي نوع ديال الفخوماج. هنا عندي فيه تقريبا 75 غرام و 500 غرام ديال لي بات اللي بغيتو. انا هنا غنستعمل لي سباغيتي كما قلت لكم، انا هنا غنديرها بالتون، يمكن لكم ديروها بالدجاج ولا بالكفته اللي بغيتيو. الوغ اول حاجه كناخذ هذيك الطنجره اللي غنطيب فيها، كندير فيها الزيت وكنضيف ليهم، كنضيف ليها الخضر اللي عندي كاملين. الخضر كنحاولوا اننا نقطعوهم يعني بنفس الشكل، يمكنكم تضيفوا الجزر، اي حاجه بغيتوا، اي حاجه متوفره عندكم فكديروها. صافي غادي نخليهم واحد شويه كيتقلاو غير مع الزيت. وفي هذه المرحله غادي نضيفوا الدجاج اولا الكفته الا كنا غادي نستعملوهم. غادي نضيف كذلك التوابل، غادي نضيف هنايا كذلك واحد الضامه ديال الزعفران فقط باش تبدل ليا شويه اللون، اللي يمكن لكم تستغناو عليها ولا تعوضوها باي ضامه ديال البنة عندكم. وفي التالي غادي نضيف المركز ديال الطماطم، غادي نحرك مزيان. وهنايا انا في نفس الوقت درت الماء كيسخن عندي في البويلوار، ودابا غادي نخوي الماء اللي يكون مغلي على هاد الخضر. كنخوي الكميه اللي غادي تطيب فيها لي بات، يعني واخا نديرو كميه صغيره من بعد ما كنديرو لي بات فوقاش ما خصنا الماء كنزيدوه، لان ما يمكنناش نديرو كميه اللي كبيره ولي بات يطيبو وهاد وغيبقاو عندنا ميهين، يعني خصنا نديرو العين ميزاننا حسب اللي غادي يطيبو فيها لي بات، وغتبقى عندنا غير واحد لاصوص خفيفه. الوغ غادي نضيف لي بات ديالي صافي، وغادي نخليوهم كيطيبو. كتشوفوا البكيه ديال لي بات، تشوفوا على حسب شحال ديال الوقت كياخذوا لكم ديال الطياب. كاينين اللي فيهم غير 5 دقائق، كاينين اللي 9 دقائق، كاين اللي 12 دقيقه، وكاين اللي عينك ميزانك كتشوفي حتى كتبقاو كتحركوهم حتى كيبانوا لكم راه كيطيبوا. واكيد كنبداو كنحركوهم مره مره. ملي كيبانوا لنا لي بات ديالنا راه طابو فكنضيفوا ليهم هنايا هذيك الجوج ديال المعالق ديال المعدنوس، المعدنوس اللي يمكن لكم تعوضوه باي اعشاب مناسبه بغيتو. كنحركوه مزيان فيهم، ومن بعد في هذه المرحله كذلك غادي نضيفوا الكريمه اللي عندنا اللي كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوها بواحد المعلقه كبيره ديال الزبده. وبما انني مستعمله التونه ففي هذه المرحله كذلك غادي نضيف العلبه اللي عندي ديال التون،
غادي نحركها حتى كتدخل ليا مزيان في لي بات، وغادي نضيف كاخر حاجه الجبن المبشور، غنضيفو غنحركو مزيان حتى كنشوفو بلي هادوك لي بات بداو كيتعلكو لينا وهاديك لاصوص كلها ولات معلكه. فهنايا غادي نطفيو عليهم وكنقدموهم سخونين بصحه وراحه. وصافي هنايا من بعد ما نزلتهم في الطبق ديال التقديم، فكتجي كتبقى فيهم شويه ديال لاصوص اللي كتكون عاقده ومعلكه. هنايا غادي نضيفو ليهم في التقديم، غنضيف لهم شويه ديال الفخوماج غابي، وغادي ندير فوقه شويه ديال المعدنوس، كذلك شويه ديال بودره الطماطم، والتقديم كيبقى على حساب كل واحد. وصافي هذا هو الطبق ديال اليوم، شي حاجه اللي سهله بزاف سريعه كنوجدوها يعني بسرعه، وكنوجدوها في اخر لحظه قبل ما ناكلو، يعني ضروري كيخصنا ناكلوها وهي سخونه، يعني كتحسبوا شويه ديال الوقت وجدوا راسكم راه بغيتوا تعشاو اولا كتوجديها وتحطيها مباشره، فكتجي لذيذه بزاف كتعجب الكبار والصغار. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. وهنايا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو، نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. سلامه.